تفضل شيخ. قضية اللي الذين يتركون الصلاة بالكلية هل تجري لهم الأحكام على المرتدين مثل البغض الولاء والبراء وكذا؟ نعم مثل هذه الأحكام. اي نعم، الذي يترك الصلاة بالكلية يجب بغضه وكراهته، وإذا مات لا يجوز أن نقول اللهم ارحمه، ولا يجوز أن ندفنه مع المسلمين، ولا أن نغسله، ولا أن نكفنه. نخرج به في سيارة خارج البلد ونحفر له حفرة وهو قبر ونرمسه فيها رمسا بثيابه، لأن هذا كافر، وله كافر أصلي. الكافر الأصلي له شيء من الحقوق، هذا ما له حق، ولا يجوز أن يبقى على الدنيا طرفة عين، أفهمت؟ ولا حرمة له. ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأسر كفر والعياذ بالله.